انا انسه عندي 29 سنه وحلمت اني بشتري 2 مج حراري ليا والاختي. اختي مخطوبه وعندها 27 سنه، والمجين كانوا تحفه وشكلهم جميل قوي، بس البياعه طلعت ليا مج شكل تاني وحاولت تقنعني بيه، بس انا كنت شايفاه ضيق ولونه غامق، ضيق مج ضيق، وعجبني الاولاني وقفت محتاره اخد مين فيهم، وكنت عاوزه نفس الشكل اللي هختاره ليا والاختي. وقابلت بنت اسمها منى، اتكلمت معاها شويه ومشيت عشان خاطر اختار 2 مج واروح البيت، اختار المج التاني واروح البيت. ماشي، مج اتنين، هو كاتبه مج اتنين. هو طبعا واضح ان في عرسان هيجول على الفتره اللي جايه، سيبك من مج اختها ده، دي خلاص هي بالفعل مربطه ومظبطه وهتتجوز، المج بتاعها موجود موجود لكن هي هتقعد تقارن بين عريسين جايين، واحد فيهم بيقنعوها بيه وهو ضيق يعني عيل صغير شويه اصغر منها سنا، بس حلو يعني، ايا كان بقى الاقناع، حد معاه فلوس يا بنتي، حد بيشتغل في مكانه كويسه، المهم الاقناع مش جاي على هواه، استفتي قلبك ولو افتوك. هو المج الاولاني عاجبها، واللي هو اللي هي يميل له قلبها.